أيها الأخوة الكرام، حدثني أخ يعمل في المحاماة ومعه دعوة مضمونة، يعني بناء قيمته 100 مليون، وفي إنسان قدم عقد بيع بعد وفاة صاحب البناء أنه باعه إياه. القصة طويلة، لكن محامي صاحب البيت أو محامي ورثة صاحب البيت وجد في اجتهاد محكمة النقض مادة لصالح هذا الإنسان. هذه المادة ثمنها الخمس كلمات ثمن 100 مليون، صدق ولا أبالغ. أنا أرى أن كل آية في القرآن الكريم قد تكون سبب سعادتك، سبب توفيقك، سبب زواجك الناجح، سبب أولادك، سبب أولادك الأبرار، سبب التجارة الرابحة. يعني قرآن هذا منهج الواحد الديان،